قول ان الاهلي بيجتمع لبحث موقفه من استكمال بطوله الدوري، وده اللي احنا اتكلمنا فيه خلاص. وفي اللحظات دي في اجتماع، لو في مراسل يا جماعه هناك اكيد في مراسل لقناه الاهلي هناك، نحاول نتواصل معاه عشان نعرف اخر الاخبار ايه والكواليس هناك ماشيه ازاي. الشروق لاسارتي يقدم تصوره عن الموسم الجديد للنادي الاهلي، شيء طبيعي جدا. الراجل شبه خلص موسم، المفروض يعني ان الموسم يكون بيخلص او خلص من فتره كمان يعني، لو اتحاد الكوره كان عايز كده. فبالتالي بناء عليه بيعمل تقرير باحتياجاته للموسم الجديد وتقرير باللاعبين اللي هو مش محتاجهم في الموسم الجديد. فالراجل بيقدم تصوره للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والمشرف العام على كره القدم للنادي عشان يتم تحديد احتياجات النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. هتقول لي سؤال هنا بقى مهم، هتقول لي لاسارتي مكمل؟ اه، حتى اللحظه دي لاسارتي مكمل الموسم الجاي مع النادي الاهلي.